بناوی خوای بخشنده مهربان جوانترین سلاوتان لبید بینران و بیسرانی پیام لا هر جگه یکن خون بخوشحال زانم خوای گوره در فتی پی بخشین لا گفتگوی که ترده به ایوی عزیز و خوشویست شاد ببموا عزیزان و خوشویستان لا برنامه گفتگوی امجارمان ده بس لا بابتی که گرنگ دکین با میوانداری کسایتی که شارزا بابتا کمان بریتیه لیم شوازکانی بانگوازی سرکوتو لای هموان عشقرایا لیستا دا خلکی که زور لینی که زور کسایتی که زور سرقالن با کاری بانگواز بولای خوای پروردگار صفتکانی ام بانخوازانا صفتکانی کاری بانخوازی چکات یک بانخوازی و کاری بانخوازی سرکوتو دبیتو آمانجی خوی دپیکید و چندین پرسیاری تر دکینا پرسیاری توری گفتگوی امجارمان زور برزو خوشویست دکتر یوسف گرمیانی ما مصایی زانکو میوانی ام القیمانو ولامی پرسیارکانی امدداتو دکتوری برز بخیر بی سرچاوان خوشحال بوین لم القیده لخزمت جناب تا بوین سر برزم سپاس آنه کن بوام در پتا خوب داشت خیتن در تو موفق میاد زور سپاس ما مصایی برز وگل پیشکی که باسم کرد باز لە بانخوازی و کاری بانخوازی و شێوازەکانی بانخوازی و بانخوازی سەرکەوتوو دەکەین ئەگەر سەرەتای بابەتەکە و پرسیارەکان لێەوە دەست پێ بکەین بانگەواز بۆ لای خوای پەروەردگار ئەرکی چیە؟ چێ دەبێت بەم کارە هەستێ؟ هەموو کەسێک دەتوانێت کاری بانخوازی بکات یا نەخێر ئەم کارە تایبەتمەندە بە کەسانێک کە کۆمەڵێک سیفات و تایبەتمەندی خۆیانی تێدا بێت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين دارا إما بيت جوازي بخين لنيواني دوشت يكم بان كردم ولاي خواي پروردگار دوهم داعي وبان خواس بلا چونك إنسان همو مروفيك همو مروفيك پيويستا بقدر اويك تواناي هيا بام که بولای دینی خوای پرداز با خوای پرداز خوای پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم فرمید خوای پرداز را فرمید قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني قل هذه سبیلی ادعو الى الله من ای محمد پیامبر من رجا و منهج منا بانگی خلق بولای خوای پرداز او منو او شوین مکه یعنی باو کیک پیوست من علکان فرین و طاعت و عبادت کا کلو وجه خنواری کی وای شینه به يعني بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أجر بآيات هيك يشبه بيجين بويا من أجر درفتا بين موني هيك شخص هيك لا هيك لا زنان إسلام الله بيعوي كي عوام نخوي نوار هات الآن بيوت ما مصا حديث هيك في ركي من شو حديثا في فرق كل كا بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم أفرمي كلمتان خفيفتان على لساني ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم افرمی اوتی ولای ما مستمن نمتوانی لبر کما توای نمتوانی لبری کما توای دوباره کی تو ولای بم دوباره کرد اونجا سه بار و چهار بار تا اوتی شیخ دست خوش بل برم کرد الا ام پیو عوام بصارت شو بابلن لا میوانی بها تای پی عنصر مای فرموا چوایت مجلس یکم حدیثی یگان لا سیاریه کا لا شایه لا تعزیه لا همو جگاو شوینه بو بدایبم مجلسکانی نورانی اکرده وبما بم بابلن بم حدیث حتی علی لو کو تای عمر کتوشی نخوشی یگبو هستو هو شو معنی نما كاتك پیشوی وفات هاتا بخبر تماشا کا دکتور او کس فکاری لدوری کو بو نتوا با دکتور کی ود دکتور پیشوی وفات کا دکتور حدیث دکای پم خوش گوید لبی او حدیثی بو تو گای درچو اما تو با کم ترین شته کا بو بو والین اما یان کا ایشی همو معنی انسان مجالس کمان پر کا لخير تو سردانی خدمت کس فکر تکی با بنیتی صلی رحم و بانگ وادی شو بی نصیحت و آموزگاری تا به مجالس کان من لی نگر صعبت و غیبت و قیل و قال و معنی بات سر اما خالق لهر جگا و شوی نکشو که مجالس اتلا ناو سیاری اک بی لنا و مال اک بی سردان کی لن سردانی نخوش شکل لهر جگا و شوی نک کات مجالس کان لی گری باسی خوای پروردگار و ذکر و طاعت و عبادت یک تیان کری باسی روش تو روش تو یک باسی شتی باسی دی تیان کری برای روش تی لواکی و بابلین کات کشتن و روات اما ارکی همون معنی که اما اگر ملکات و قصو باس معنی او خلق تشجیع کن به نصیحت یک ابرا مثلا لگل بقاله که لگل کسی که لگل تاجری که لهد جگاو شوین یک نصیحت و آموزگاری کی بکی شتی باش کاری هموش معنی نصیحت بو یکتر بلان بانخواز بو مصطلحی که استاهیه
اما تایبەتمەندی خۆی هەیە ئەمەیان کۆمەڵە صفاتێکی تری هەیە لە صفاتی هەموو کەسەکانی تر ناوێ وەکو هەموو خەڵکێکی تر بێت چونکە ئەوی تر پیاوێکی پیر یان خەڵکێکی عوام یان هەر کەسێکی تر شرتنی عوام بێ کە ئیشی بانخوازی نیە وا مەشهور نەبووە کە بانخوازیەکە بۆ ئیسلام ئەمە ئەگەر فەرەزان هەڵەیەکیش بکە زۆر لێ ناگیرێ زۆر لەسەر ئیسلام حساب ناکرێ زۆر لەسەر موسڵمانان بەگشتی حساب ناکرێ بەڵام تۆ شەخسێک خۆی مەشهور کردو یان مەشهور بووە بەوەی کە پێی وتێ بانخواز ئەمە ئەمانەتێکی زۆر زۆر گەورە لەسەر شانێتی و ئەبێ ئەمانەتە بپارێزێ و ئەگەر وریانە بێ لە باتەوەی کە خزمەتی ئیسلام کا خۆی ئەبێتە بەربەستێک بەوەی کە خەڵک ڕوو لە ئیسلام نەکە بۆیە شێخ یوسف قەرداوی خۆی پڕداربی پارێزێ قسەیەکی زۆر جوانەکە ئەڵێ گەورەترین کێشەی داوای ئیسلامی داعیەکانن گەورەترین کێشەی داوای ئیسلامی ئەگەر کێشەکان بژمێرین یەکەم کێشەی داوای ئیسلامی داعیەکانن کە وەکو پێویست خۆیان پێنەگەشتوونە و وەکو پێویست پێنەگەشتوونە وەکو پێویست ئەو ئیسلامیان تەواو ئیمتیساس نەکرد نەبوونە بە قودوەیەکی خەیر کەواتە کە تۆ بانگی ئیسلامەکەی لە هەمان کاتە ئەم بانگکردنت بۆ ئیسلام لە ڕکردار و ڕفتار و هەڵسوکەوت و ئەخلاق و نرمونیانی و سوودبەخشین و حکمت و ئەخلاق جوانی و تەعامول شیرینی ڕەنگ نەداتەوە یانی تۆ بە خەڵکی ئەڵێ خەڵکی نا ئەو شتەی کە من ئێوەی بۆ بانگەکەم هەر من وەکو منتان لێکا کە گۆڕانکاری بەسەر ژیان تەنایە بۆی داعیەکان ئەبێ مورەبی بن ئەبێ مورەبی بن مورەبیش یانی چی مورەبی ئەوەیە کە تۆ ئینسان ئەتوانێ عیلمێک لەبەر کا باسی قەزەیەکی ئیسلامی لەبەر کاوە بیگەێنێ بەڵام مورەبی ئەو کەسەیە کە تۆ لە خیلالی لەگەڵ هەر کەسێکە ئەژی خەڵکی چی ئەڵێ ناڵێ ونە ئیسفادەم لە قسەکانی کرد ئەڵێ ئاو سیفەتە جوانانەم لێبینی فەرقێک هەیە کە من قسە بکەم بۆ خەڵکی و خەڵکی لە وەکو قدوەیەک سیفەی جوانم ببینێ زۆر زۆر فەرقی هەیە هەموو کەسێکە توانێ بچێک هەندێک تەحزیر بکە هەندێک مادە کۆ بکاتەوە بڕەقسە بۆ خەڵک بکە بۆیە خەڵک هەیە ئێستا لە خەڵک هەیە با بنێن لە کولەکانی شەریعەت نوێژ ناکە بەڵام ئیمتیازی هێناوە نایابی هێناوە لە دەرەجەکانە چونکە مەعلوماتەوە لەبەری کردووە بەڵام ئایا ساحیبی دەعوەیە نەخێر لەوە چی هەر دەرەجەکەی وای قبولی کردووە مەسەلەن لە کولەیەک لە کولەکانی شەریعە وەرگیرێ حفظی بە قووەتە مادەکانی لەبەر کردووە بەڵام نەبوو بە ساحبی ئەو مادانە نەبوو بە ساحبی ئەو عیلمانە نەبوو بە مورەبیە کە خەڵکی استفادەی لێ بکەن جاو جیاوازی لەبێن ئەو دوونەوە زۆر باشە کەواتە مامۆستای بڕێز یعنی ئەتوانین ئێمە وەک جەنابی شت ئاماژت پێکرد لەسەر دوو ئاست پۆلێنیکین ئەوەی کە ئەرکی سەرشانی هەر تاکێکە لەگەڵ تاکێکی تری بەرامبەری لە خێزانێکە لە مەجالیسێکی بچکۆلەیە لە ناو سەیارەیەکە لە شوێنێکە ئەگەر قسەیەکی خێری بیستووە بیگێنێت ئەمە شتێکی ئاسایی و ئەرکی سەرشانی هەمومانە بەپێی ئایەتەکەی کە ئاماژەش پێکرد بەپێی فەرمایشتەکەی پێغەمبەری سەلی الله علیه وسلم بەڵام ئەوەی گرنگە بەشی دووهەمە کە ئەوانەی کە خەڵکی بۆ لای دینی خوای گەورە بانگێشتەکەن و لە کەناڵێکی ڕاگەیاندنەوە لە مزگەوتێکی گەورەوە لە هۆڵێکی گەورەوە ناویان لێنراوە یا ناویان وا دەرکردووە بە ناوی بانخوازە ئەو سیفەتانی کە جەنابت ئاماژەت پێکردن دەبێت تیانابێ باش کەواتە منە پرسم بانخواز چۆن دەتوانێت ببێتە قدوە من لە قسەکانی جەناب تاواتێکیشتم کە ئەبێ ئەم بە جۆرە لە جۆرەکان جیاوازیەکی هەبێ لەگەڵ ئەو خەڵکی کە بانگیانەکە بۆ لای دینی خوا جا ئەم جیاوازیە ئایا ڕووکەشە ئایا ئەخلاقە ئایا دینە چییە چۆن ئەم بێتە قدوە خۆی یەکەم مرد لە مەرجەکانی بانخواز بابرێن یان یەکێ لە سیفەتە زۆر گرنگەکانی بانخواز ئەبێ قدوە بێ چونکە ئەو قسانەی کە ئینسانێک لە ناخی خۆیەوە خۆی عملی تطبیقی نەکردێ بە تاکید تاثیری زۆر کەمە بێ بۆ یە ئیمامی شافعی کاتێک کە وا ئەزانم خەلیفە هارون ڕەشید بوو کە هەموو خەلیفانە هینێکیان هەبوو شتێکیان هەبوو پیاوترە مؤدیب یعنی تأدیبی دایان ناوە خەڵکیان گرتووە دایان ناوە بۆ تأدیبکردن و تەربێتکردنی مناڵەکانیان ئەڵێن ئەوە مؤدیبی مناڵەکانی خەلیفەیە بە ئیمامی شافعی ئەتوانی کە نەسەحەتێک بکەی و تەشجیعی بکەی زیاتر خزمەتی ئەو مناڵانە بکات ڕوو ئەکاتە مؤدیبەکە کە وەکوتم ئیشی پەروەردەکردنی مناڵەکانی خەلیفە و وڵاتەکان بووە ڕووی تێکا ئەڵێ یەکەم شتێک باوەکو دەستی پێکەی لە ئیسلاحکردنی ئەو مناڵانە با ئیسلاحکردنی خۆت بێ یەکەم شتێک با ئیسلاحکردنی خۆت بێ چونکە ئەم مناڵانە چاو لە تۆکەن تەماشای تۆکەن جا یەکەم شتێک بنەڵێم داعیەکان واجبی سەرشانی هەموو داعیەکە پێش هەموو کەسێ زۆر لەگەڵ خۆی محاسبە وردەکاری هەبێ بزانێ ئەم هەڵگری ئەمانەتێکە
ئەم ئەمانەتە ئەبێبی پارێزێ پاراستنی ئەمانەتەکەش ئەوەیە کە ئەوەی کە ئەیگەێنێ بە کردار و ڕفتار ئەتوانم بڵێم زۆر لەوە زیاتر بێ کە ئەیڵێ پێشتر خۆی پێی تێپەڕی بێ بە تاکی پێشتر لە یعنی خۆی تەذەوقی کردیوەکو عرب ئەڵێ خۆی لە ناخیان لەگەڵ یا ژیابێ صاحبی ئەو سیفەتانە بێ گەڕنێوەکە ئەبوو بەکری سدیق ڕەزا و ڕەحمەدی خوای پەروەرگاری لێبێ یەکێک لە زانایەکان ئەڵێ هەموو قسەکانی ئەبوو بەکری سدیق کۆکەرەوەک نامیلکەیەک نابێ بەڵام چی کردووە بۆ ئومەتی ئیسلام یعنی وەکو ئیمامی ئەحمەد فەرمێت قسەی زانکان و داعیە گەورەکان کانە کەلامهم جومەل کۆمەڵە جومەلێک بووە بەڵام گەورەترین گۆڕانکاریان لە ژیانە دروست کردووە و بەڵام ئەگەر واش نەبوو ئەو کاتە بە تاکید قسەکانیان بێتەثیرە بێ کاریگەری نابێ و ضرورم داعیانەش چونکە ئەگەر وانەبوو خۆیان پەروەردە نەکردبوو ئەزانین چی تێکەڵی داعوەیان ئەبێ یعنی مامۆستای بەڕێز ئەوەی کە تێکەڵی داعوە و بانگەوازەکانە بێت تەبیعەتی خۆیانە تەبیعەتەکانیش جیاوازن یەکی واهەیە لە حەد بەدەر نەرمە یەکی واهەیە لە حەد بەدەر زبرە قسەی ڕەقا یەکی واهەیە تەعامونی ڕووگەشی نیە لەگەڵ خەڵکە یەکێک وا هەر کەسێک بە شێوازێک هەر یەکێک لێمە بڕە تەبیعەتی چاک و بڕە تەبیعەتی خراپی هەیە ئیسلام هاتووە توشی بۆ تەزکیەکردنی ئێمە تەزکیەکردنی ئێمە کە یەکێک خوای پەروەردگار لە چوار ئایەتە لە قورئانە باسی ئیشی پێغەمبەری خۆ ئەکا سەڵ الله عەلیه وسەلم فەرمێت لە سیانیانیان وە یوزەکیهم پێشی وە یوعەلیمهم شاخە وە یوزەکیهم وە یوعەلیمهم الکتاب والحکمە حتما تەزکیەش علم پێش تەزکیە دێ بۆیە یەکێک لە ئایەتەکان خوای پەروەردگار فەرمێت وە یوعەلیمهم الکتاب والحکمە وە یوزەکیهم کەواتە ئیشی تەزکیە ئەم کابرا ئەم داعیە ئەگەر لە خودی خۆیە ئەم خۆی پاکردبێتەوە دڵ و دەرونی پاکردبێتەوە صفاتەکانی پا تەزکیەش بریتیە لە چی وەکو ئیمامی غەزالیە فەرمێت تەزکیە بریتیە لە ئەتەخلیە وەتەحلیە تەخلیە یعنی خۆ خاڵی کردن لە هەموو ئەو سیفەتە خراپانە کە لە دەرون و تەبیعەتی ئێمە هەیە وەتەحلیەش خۆ جوانکردنە بۆ هەموو سیفەتێکی جوان خۆ جوانکردنە بە هەموو سیفەتێکی جوان جا ئێمە لە ئەخلاقە تەماشای بەرامبەرمان ناکەین کێیە ئەخلاق جوانی لە ئیسلامە بەرامبەر بە هەموو کەسێک بێ ئەخلاقت جوان بێ وەکو چۆن لە ئیسلامە عەدالەت واجبی سەرشانی هەموو کەسێک بەرامبەر بە هەموو کەسێ تەماشا ناکێ بەرامبەرەکەت کافرە موسڵمانە یەهودیە نسرانیە چییە ئەخلاق جوانیش لە ئیسلامە ئەخلاق جوانی ئەبێ بەرامبەر بە هەموو کەسێ وەکو پێغەمبەر یوسف عەلەیهی سەلات و سەلام کە خزمەتی قەومێکی لە کێشە و خێرانێکی ئیقتصادی گەورە دەرکرد کە کافر بوون پێغەمبەر یوسفیشیان کردبوو لە سجن یعنی بەهۆی ئەوانەوە لە سجن بوو خەڵکەکەش ئەمیش خەمی حلکردنی کێشەی خەڵکێکی بوو کە ئەمی عەزێتدا بوو نەمەرجی دانا موسڵمان نەبن کێشەکەتان بۆ حل ناکەم نەمەرجی دانا لە سجن دەرم نەکەن کێشەکەتان بۆ حل ناکەم هیچ مەرجێکی دانەنە بۆیە ئەخلاق جوانی لە ڕوانگەی ئێمەی موسڵمانەوە و بوون بە قودوە بوون و بوون بە خێر بوون ئەبێ ئینسان کە شوێنکەوتی قورئان و سونەت بێ و خوای پەروەردگار لە قورئانە فەرمێت هودەن لیناس لە شوێنی تر فەرمێت هودەن للمتەقین هودایە بۆ هەموو خەڵکی بەڵام خەڵکێک کە وەری ناگرێ و کاتە کێ وەرێگرێ هودەن للمتەقین ئێمەش ئەبێ بەو شێوازە تەعامل بکەین کەواتە مامۆستا پێشەنگ بوون قودوە بوون ئەوەیە کە من وا لە جەنابەت حاڵی بووم ئەوەیە کە هەر شتێک لە ئەسنایی دەور و وەعز و ئیرشاد و محازەرەکانیە دەیەوێت بیڵێت دەیەوێت بە خەڵکی بڵێت ئەمە بکەن ئەوە مەکەن ئەبێ ئەم کەسە کە ناوی لە خۆی ناوە بانخواست یان ناوی لێنراوە بانخواست دەبێت بە عەمەلی بە پراکتیکی لە خۆیان ئەنجامی دابێت ئەنجا بە خەڵکی بڵێت ئەمە بکەن و ئەمە مەکەن زۆر باشە مامۆستا پلەوپایی بانخواست ئەو کەسانی کە پیانەوترێت بانخواست پلەوپایان لای خوای پەروەردگار چییە ئەگەر ئەنجازم بدەیت فەقرێک مەسەر ئەوەی پێشتر ئەگەر تەماشاکە ئێمە قودوە گەورەکانی ئیسلام و چوار مەذهەبن کە ئیسە هەموو خەڵک بۆیە ئەڵێمە چوار مەذهەبە قودوە گەورەکانی ئیسلام بەعام خەڵک هەمووی ئیناسی ئەنا خەڵکی عالمی گەورەمان زۆر زۆر هەیە ئیمامی مالکە فەرمێت ما تەعەلەمت العلم لنەفسی لە ژیان ما تەعەلەمت العلم ئیلا لنەفسی ما تەعەلەمت لیحتاج الناس لێ من علمم بۆ خۆم خوێندووە خۆم فێر بم خۆم پێ بگەم خۆم عەمەل بکەم بۆ ئەو نەمخوێندووە خەڵکی محتاجم بێ بەڵام هەر ئەو علمە وات لێکا ببی بە داعی خێر بڵاوکەیتەوە ئیمامی شافعی فەرمێت لەیسە العلم ما حفظ علمەوە نیە کە لە بریەکە ئینەما العلم ما نەفع ئیمامی ئەحمەد فەرمێت هیچ حەدیثێکم نەنووسیوە و لەبرم نەکردووە ئیلا وەکو ئیشم پێ کردووە ئیلا وەکو ئیشم پێ کردووە کە شەخسێکە فەرمێت بیست ساڵ لەگەڵ ئیمامی ئەحمەددا بوو شەو ڕۆژ لە سەفەر و لە هەموو شتێک لەگەڵ یا بووم ئەڵێ وەڵاهی نەمبینێ ڕۆژێک وەکو دوێنە بوو بێ هەموو ڕۆژێک لە زیاد بوو نابووە بە قەدەرەوەی کە جامە ئەمە قەزم ئەوەیە کە جانبی قودۆ بە و شێوە توانێت بۆیە ئەوە خوای پەروەردگار قبولی پێ بەخشیون وە تالیبی شۆهرەتیش نەبوون هیچ کامیان
هميان لشهرة رايان كردوا وبو نفسي خوش يعني نعم كردوا وبو عزتي إسلام وقوري وبرزي إسلام كردوا يعني بوي إمام الشافعي فرميت تمنى ما كرت أو همو علميك أو همو علمانيك هما تمنى ما كرت هموي بلاو بيته وبلا منا يمني بيه والنبي نا يمني بيه والنبي يعني ما أنا متجرد بون جا برسياركيتر بس لو كرد بلو باي بانخواس كسي بانخواس لای خوای پروردگار چونه طبعا جناب دست اماجش رو بکر که دبی ام بانخوازه ام کاری که حالی بجرید با اون نبی ناو ناو بانگ در که اولان فلانه که زبو تارکانی محاضرکانی زور بیزه امال دویش دی مثل لین دنیای که اولان او خلکا بلام جار امی بزنم بانخواز پلوپایی لای خوای پروردگار چیه و چونه خوای پروردگار لقرآنی پیروزه فرمید و من احسن قولا ممن دعا الى الله که هیا سو باسو ایشو کاری ل لو باشتر به کبان کبلای خوای پروردگار داعی و بانگواز ایشی زو زور گوریه چونکه است پیغمبران نماون علیهم الصلاه والسلام امان لا شوینی پیغمبران نو نرایتی پیغمبران کن بو بانگوا او بانگی ک پیغمبران هنایانه کواتا پلوپای کی زو زور گوریه پلوپای داعی زو زور گوریه تو تماشا ک یعنی بهوی داعی کان و امتان شوين اسلام كونوا نفاميته جاهل دقران و اسلام يعني امانة من اوهم خيريك لكم ملقا كان كريمان اترو باداش تان دسا كوي وصدقيك جاري بردوامة بقدر عنيك خلق بدواي خلق شوين يعني التزامات الشرعية كوي باب لين ما ايكي اوكو حسن بنا ايكي اوكو الشيخ حسن بنا برحمد بي كالكاتي كمسلمان توشي شكستيكي قوربو نماني خلافتي اسلامي و ام بياو برزهات همتك بأمتي إسلامي دا ولا هم ولا تجيك وشون الدعوة كي زني كردوا اي تصور كأوها مخيريك هاتوا أو تيا شريكة بلام دارا يعني أو بيا براسي قدوة بو أبوك خلق خوي برد أوها مقبولي شي بيبخش كواتي إيشو كاري دا كان يعني إيشي كي قوري خوي برد قال باسمي تفضيل أفرميت ومن أحسن كي هي اللي وقت باش تربي كواتا أجر أو مكانة خوي برد قال بيبخشي وا ومن شون كوتو هل شون كوتو بيغمبران ونيري بيغمبران الا لدواي بيغمبران صلاة الله عليه وسلامه ايشك زور زور قبره مباركة زور باشا اوي فرمود يعني شون ام بانخوازانا ام بلو با قوريا لدزنا دن كلاي خوي پروردگار يعني اگر بديوي كتراب برسم شون دنيا سروتو سامان ملك امتيازات لدنيايا چون ول بانخوازکان نکات که آمان جسره که کن بیل بچه تو ما مصاح اما گورستین قدوی ایما بو اوی که هر بانخوازک هر مسلمان یک تماشای بکا پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم چون لدنیا انسان نبی خوی ببی قدوه بجی خوی پروردگار لگل اوی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم معصوم بو ولگل اوی که پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم جرای خوی پروردگار بو خاتم الانبیاء و افضل انبیاء خوی پروردگار چی پی فرمی یا ایو المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنساني داعي بو أويك بردوان بيلا سر دعوة مباركة كي خوي أبي أشو أن كوتي بيغمري خوابي صلى الله عليه وسلم أم قولة ثقيلة يعني أم بانغا قوري بانغا وازا قوري إسلام خسوتي أستوي خوي واش بابلين شرعش خسوتي أستوي بحكم كبان خوازيكا أبي زور رو لخواي پروردگار بي زور عابد بي زور پیوندی لگل خوای پروردگار به هیز به زور خواناز به براسی خوای پروردگار بناسی هز ببینینی خوای پروردگار هر ناوکر ناوکانی خوای پروردگار شوینوارو کاریگری و برهمو تأثیری همی لجیانی زور بپارتو لخوای پروردگار خوای پروردگار موفقی بکا لتاوان و معصیت و خراپکاری خوی بدور بگره یعنی اوه یکی اگل اسبابی موفقي انسان اويك زياد بوني ايماني انسان اويك ايمان يزيد وينقص بقدر اويك انسان شاكاكا ايماني به يستربي هيك لزان انا لا ام ايمانه باراستني ايمان وكوايك انسان بي شتك نيجه بو اويك بي بداري كي غورا بدايه لاوازا ابي بي باريزه واوي شبدا باراستني نكردني تاوان او دانكشي طاعات وخير كردنا علي كمراعاتك غوريك غوريك تاوك وكو شاخي كي ليدي نه لافاوێك نە گەرما نە سەرما هیچ تەئسیری لێناکە بەڵام ئەگەر ئیهمالی شی بکات لاواز و شپرز دەبێ کەواتە ئەم بانخوازانە ئەبێ زۆر ڕوو لە خوا بن سەعیدی کوڕی جوبەیرە فەرمێت والله یەک سەعات بیری ئاخیرەتم نەمێنێ لە دڵما کەم ئاخیرەتم مردنێک هەموو لەحظەیەک چاوەڕوانمانە
يك سعال بيري دو روج قيامت وقبر قيامت من ملة وقت بس من ظلم بوجنبك بويا بيا ما نزور بيوز بن وبراسي بياوي آخرت بن وبراسي لحقت اشتكان تيجش تبن شون كي يكم خالق بوي كي إنسان كردار بكا وبانجي خلقك بو ديني خوي بروردار خوي حالي بوبه بزاني يعني كاتك كتب أنا ودعوة مخالفيك أكي طبعا مخالفك يتد زور زور جورة ترتا مخالفي خالكيتر كاتك تو بنا بان خوازك ومخالفيك أكي تو بيشتر زانيوتا أم مخالفة يعني شيء بو يخوي بروردقار أفرميت يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يعني أفرميت أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم آية خلقي بانا كان ببر وشاكو خير خوتان لهاد كردو إشي تناكن وأنتم تتلون الكتاب إيوه كتاب أخي النوى إيوه علم تان بيتي زنانا فرمون أمد دلالتي أوي نية كإنسان دو واجب لسرتي واجب يكي أوي كخوي شاكبك وخوي خرابة تركة وواجب يكي ترى أوي أمر بشاكبك ونهي لخرابك ألي أجر شيطان خلطانتي لويك شاككت نكرت خوت باواد لي أنا كأمر بشاكن نكي أو واجبك يتر بيت تركة بلكو أم واجبك يتر شاكة كخلالي تيايا يعني كابرايك داعي كخواي پروردگار توانا وقصو وعلمك يبي بخشي وبر والله كاكم لبري إيشي بينا كم وازد دعوة هنا البهوي بتشاكك كان تبقى خراب كان تركه نخرا بكان شاك كان التركه نا واجب على سرت إيشك بكي خد شات جا لو روان جوا يعني بوش شباب يتعامل كإنسان أهلي عمل به و أويك بخلك يلا الخلق لفعل أبيبين بلى هربوي ما مصا يعني أجر ما بو مجوي بابلين كاري اسلامي بقرينوا دبينين كومالك بانخواز كتشندين صال نزيك بسده بيش است خريكي كاري بانخواز يبون استش قسكان يعني وتاركان يعني محاضره كان لنا مسلمانانا هشت گرمو گرو هشت حضوري بلان چنها بانخواز يشمان هيك مده كانالك دزگاي ولاتيك شونيك وكوبلي برهمي هنا ويا يعني لبروي وكويك بس ما انكر بيشت الصفات كاني بان خوازي تدا نبوا قدوة نبوا اويك وتوتي لخوايا جيبا جنبوا هر ماويكي كرد بوا هاتو روشتو يسا كسيش لايادي نماوا ما مصاقر بين سر خالك يتر تاتشن جراءت جرأت گرنگا لبان خوازا هابد ما بستم لروب روبو نوو جنگو شرو جهادو امانيا ما بستم لوي يسا أبينين أوانيك الدعوة أكن بو غيري بابلين ديني إسلام بو هر قتاب خانيك بو هر مدرسة وفكريك بي زور بجراءة توا لكن على كاني خوان لكوروكو مالا لكوبنو كاني خوانا دعوة بابلين خلقي باغا كان بولاي أو ريبازو أو مبستي خوانا أنا بلام هنديك جار بشيك لداعية كاني إيما يا بشيك لوانيك أو أركان خصوصا سرشاني خوان جوريك للشرمني جوريك لويك جرأت يعني لهمو شونكو لهمو شونكا قصي حقي خوان كان ما بس ما تاتشن جرنجا أم خالة أم صفتا لكسي بان خوازا هبت خوای پروردگار که باسی پیغمبرانه که او کسانی او پیغمبرانی که خوای پروردگار مکلفی کردون با بیانی دعو ربازی خورگی خوای پروردگار فرمیت الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا انسان که اما معناته گرد استوی خوی ابي ابزانی اختیار بدستی خوی نیه چی الی و چی ناله ام ديني دانا ناوا دينا كي خواي پروردگار ام لخواي پروردگار وري اگري و بو خلق نقلي اكا يعني واسطه كي هالا بيني خواي پروردگار و خلقه دين بو شوازي خواي پروردگار ايوه وري اگري و بو شوازي خواي پروردگار ايوه بي گيني اي گيني اتر او اختيار بدسي خواي نيه كي رازي كي و كي تورب كا و چي بقرتين و چي زياد كا و چي كم كا اما لغا عندني ديني خواي پروردگارا إما مبتدعين إما تابعين أما شي من يعني أما أو من في أجاني أجد تما شافك لزمان خلافتي إسلامية إما بويا زور تركيزه كان يصير يعني أو شوار إمام أبو حنيفة مالك وإمام شافعي أحمد أما هم خلق إيه الناس أنا لهم نزور زورا والله ما هم خلق إيه الناس تصور كان إمام أبو حنيفة لسجن وفاتك إمام مالك حتى وكم رناتو يعني لأن يوجد دس رازي بخار دستي شابي لجير تعذيب وإليها توا وكاتك واليك لواليكان
ويستويتي بزور بيعت ورقري لجاك بزور بيعت لخلق ورقري وناحقيشي كردوا إمامي مالك فتواي دا وتيتي طلاقي مكره ناكبه وأوفر مداني لصحابه ورقته نقلي كردوا على والي إخاذ سرق يدريجة كوثري أتاشيو بناو خلق إيقرين أخوات الله يخوض بناسينا كإمام مالك زور أهلي قدر بو حتى لا يخليفش خليفة أم خبري شبيسة كوالي وإلي أكلا زور ترابي الله خود بناسينا إمامي مالك إيش الله من مالكي كري أناسي كري كي كري كي أسمعي موانم أوش بزان خلقينا طلاق المكره هناك وبيعديش بزور برناجيري الله وتدي بسريع دايجر من ميستم درزي ورجل نمزاني أمتي أجاني أما طبعا لكاتك تعذيبك زور زور يدري خليفة بما أزان الإمام الشافعي قدرك جوريها بولا خليفة شو خليفة فترة كاتول المدينة درزي لاخوين دوا الله بإمامي مالك فرمي والله أبي درزي كيف يبدم أوليا ببي بعبرة بوها مو الدنيا الله نا والله هيك قمتك هيك قمتك لنا داو برزي نكرة دو بو يدوم إلا لو بينا قردني يا كمي مع ذاكر دوا لبرشي وتدي لبر نسبتي اما لاصلي النسبه اجابه بيغمري خاصه قدرا بو بيان سلام قدرني مع ذاكر دو كزاين بشكل شيء مخالف منهج بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم من قدرني مع ذاكر تو كريمك يعني اجا تما شاب كي امام احمد او امام مالك امام ابو حنيفه امام مالك اللي دعاه هاتوا امام شافعي امر اعدامي لسد درك لي دعاه عفو اكري كيك لا اي مكان مذهب ابو حنيفه محمد كل الشيبان تكليفك على خليفه جو عالمك جبري اعدامي مكة لسر مواقفي طبعا دعاه كمشكلة خلق القرآن دروس بها أشياء بوا مصر بلان فتوى دا عليه أم أويك عليه خلق القرآن أو كافر ودور اللدينو أنجا بإمام أحمد فرميت من أترسم تحملي ونار حتي ناكي ناكم بلان بياني حقي كدو ولاتي بجيهش بإمام أحمد فرميت دا مزرع وصابر با خوي كبيري مدار بوا النقل كدبو إمام أحمد أجرنا وكان زكي سي مانجلجير تعذيب وسجن لدان بوا حتى هيك الزنان عليه نازانم شو حتى معتصم كخليفة بوا شفاء يضلي نادى أو هم خلقي بارواني هنا أبو تعذيب داني شفاء يضلي نادى خوي لي أسندو تعذيب يدا برام لقلا ويا كيوت بيش من أخوشة بياوي كي جوري وكتول لي دري وتعذيب دري شتى قبله بارز جارد كم أي شيء شتى كم بيا بلا يكل الشرع مجالم هبي أو قصب كم لقرآن يعني لحديث مجالم هبي أو قصي ويا كان بكم بابي كم جاي فرمو ما بس لا معنى شيء اما للزمن يك كزمني خلافتي اسلامي شوليان هي لسجن وفاتك اوليان هي بوها مو وضعنا راحتي كروشتوا بلام انساني داعي كنيتواني وكو شعراوي فرميت كناتواني حق بليت شبلبو باطل لمدا هر كات يكزاني تو لاسي دعو بانغوازي غوري ديني خوي پروردگار نيت ناتواني حق بلي لمالي خود دانيشي باشترا لويك بيت شبلبو باطل ليدي زرني زياتره شونكا جابوا مثلا الشجاعات حتى ما مستاي بريض زنان فرمون حتى بو اندام برلمان اسلامي كان مرجع عندنا واندام برلمان اسلامي سي مرجي تابع مسلمان امانه سرخن يا كما بي اهلي بصيرت بلو بابتيك بوي اروى نابي لينا زاني دوهم ابي اهلي شجاعات بي شوف اللي ليش شجاعات النبنات واني بياني حقي وامر بالمعروف ونهي المنكر سيمش ابي زاهد بي لتماحي دنيا شو اجر شجاع نبي بتهديد اتخلط يعني بتهديد بشيمانتك انا اجر تماحي دنيا ايش لضل الدر نسوبه ببارا اتخلط يعني صاحبي هالويستي خلافه بي لبدل يويك انه نالك باج بو اهل الاسلام جاو صفتك جناب باسك شجاعات صفتك ابي لداعيه هبه بلان ديار الشجاعات وكو جناب بدايه اماجت فكر شجاعات شتيكا وهلتونو بابلين كومل صفتي جيترا ولا للرانجي شرعا مزمومة شونك آخر قسم سبارات بموضوعة ابن قيمة فرميتها مو صفتي كي جوان هالا بين دو صفتي خرافة اللي بونا من الشجاعة اقل الاخواري شجاعته ترسنوكية لسروي شجاعته ملهورية بويا ابي نا انسان بملهورية انا تعامل كات شونك تو الدين وبيامي كي برد لرحم سوزو بزايد تيه نبا ترسنوك انا شونك انساني ترسونك ناتواني داعي ديني كي حق وكو ديني اسلام بي زور باشا ما مصا اوه قوريو فضلو صفاتكاني داعي منزاني با برسياري كي تربكين يعني اگر بيتو لنيو مسلمانانا كم ترخميها بي سبارد با دعوة كردن بولاي خواي پروردگار
کسانیک کاملا کسانیک دروز نبن که هستن ام ارکب خانه سرشنی خوان اوی که جنابت باست کرد و کو بانخوازه کی جوره که بو همو کاملا گخسب که نگه اوی که هر یه شیل تاکی کیم خویه به بانخوازه به نیو عائله کی خویه لنیو او بابلین کاملا گپچوکی که یا او خزانه چوکی که تیاتی ای روبروی مسلمانان لو کاتیا روبروی سزای خواهید دنبنا و کاتیا کم ترخم من لدعوا کردن بودینی خوا و اگر روبروی او جور سزای دنبنا روبروی چه جور سزای دنبنا خواهی گوری اشارتی پیا کردوا داره لذت لعنت که آنی خواهی پروردگار و حدیث پیام وصل مع مرجی بابا بته کردوا که هر کاتیل ناو کاملا امر به معروف و نهی لمنکر نمینه طبعا امام بگویی گوری منکر کانه بیم منکر انکار کریه و بداخل نابی هندی منکر انکار کری و هندی کشی انکار نکری یعنی سه شخصی واهی لواشیت شخصیک بدعیک بکه انکاری بدعکی بکه بلام یکی قصبه پیغمبری خواب کا صلی الله علیه و سلم علاقی با او نبی یعنی ام لخوشه ویسی پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم لی نزانی نکتوشی بدعیه بو واجبه انکاری کری بس نبی کشی او گنجا او پیغمبر کلا دلو درونی همون خوشه ویسی که تو خوشتوه او ای بلام لو او سيركل لو يك 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 انكاري پیغمبراتي پیغمبري خواب کا صلى الله عليه وسلم ورخنا للسنه بقري ورخنا للمنهج بقري بلامبر او بيدنگ اما طبعا اما تم تصنيف تصنيفي انكار نكردني منكر بوشي اما شتي خرابه و اجر بيتو بقدر او نيك السنور السنور كان ابا زندري لنا كومل قال تش سنوري فكري بي تش سنوري اخلاقي بي تش هر بابت یک بقدر اونایی که مخالفه شرع کرده چلا روی عقیده و فکر و بیرو باور رو بیه چلا روی اخلاق و کردار رو بیه چلا روی هر بابت یک بیه بو قدر او امت توشی مصائب بن خوای پروردگار فرمید لقران اگر تماشا بکی دوش تیزور آماجه پی کردو یکم یعن هر کات انسان به نصیحت و آموزگاری به خبر نبیته و خوای پروردگار به عذاب و مصیبت به خبر یکات و اویش هر رحمه کوی بگرته و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم هر مصيبة يكتان توشبه انجاز دعنا أنا فرمون أجر كوم القابة هر كسيك بن نصيحته أموشقاري أوه هاتا توبيك دو قرايوة أو أخوي فروردقار هيج مصيبتك يبون يعني يريو توبي لي قبولك بلام هرچی نصیحت و آموزگاری کرد هر بر دوام بو اول نتیجه خوای پروردگار رحمه کی تری پیکا به هنردنی مصیبت بوی بوی به خبری کاته و بوی فرمید اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون اگر وان مجا اما اگر لا استی تاکو کوملگا یعنی انکار نکردنی منکرات انکار نکردنی منکرات سبب یک لا اسباب دابزینی مصیبت و نقطه ای کش پیغمبری خواست ازم که فرمید تبایعتون بالعینه و ترکتون الجهاد که دکه دست کن او معامله که لما عمله کنی ربا و حرامه و واسطان هنان لجهاد و تیکوشان خواهی پروردگار زلیلیت تان توشکا هلی ناگره لسرتان حتی ترجعو الى دینکم تا نگرنه و بلای دینکتان یعنی که واتا پشت کردن لدین زلیلی و رسوایی بدواویه زور باش ماموسا هندک پیان وای است گوتاری دینی به شوازی که گشتی لپاشک شده یا بابلین زور بهیز نیه جا گوتاری دینیش بیگو من به زوری لسر زمانی بانخوازکان و لرفتار و کردار و درس و نصاحتی بابلین بانخوازکان ابن رتوا امانی ام رخنه دگرن ببرای براز جاده اصلا رخنه که دروست واقعیه به دانی پیابنین که بلا گوتاری ایم بهیز نیه و اگر وایا عمل لوازی و کمتر خمی خو مانه یا لبهیزی برام برکان مانه من لخالی کما اویک بانگوازی اسلامی للاوازی من خناعت موانیا خالی دو همیش که ببورم ما مصامه بستم بانخوازی نیا بستم ارکی بانخوازگان گوتاریان او قصانه ایکن او دعو بانگوازی ایکن بو لای خواهی پروردگار لأستی ظروف و سردمکه یعنی یعنی گوتارک لاوازا نکارکانی خوان او کوکی لگلم یعنی من قرار بلا کاری بانخوازگان لاوازا بلا میستم او یکم اماجه یک پیب کم اگر تماشا بکی اروپا و غرب و امریکا و هر اولات زلی هزانی دنیا که که ملاتان اسلامیان داگیر کرد و روشتون خلقی که اندانه و لخویان امریکی تر و اوروپی تر و غربی تر بود دا صلاح دارانه که و اندانه و بله و هولی اندانه
هر بو خلقی که تاول راضی بون کاته ولاتیان جشت خلقانی که پرورده کردو که ببن به حاکم طمن دیار د صلات دار تاثیر سلبی و ایجابی زوره بقدر چاکی و خرافی خوی لگل او هم برنامه که دا نو بو اوی که بانگوازی اسلامی لاواز کری هر لنمونی ربیع عربی بهاری عربی بابلن لو نمونه در کو که او هم بکری گراوانی اوان لکفر جهانی و عالمی دایناوا نه انتوانی و بانگواز و دعوی اسلامی زلیل و بابلین لاواز کن لاواز کن بویا لمصر لجزائر لتونس تونس کعلمانیتی تا اسقان اسقانی تپر کرده بو بابلین مبالغان کرده لعلمانیتی انا بلام کاتی که هر او نامنی اکری با جماور خچی ایوی اکثر اسلام حلب جیرن و اهل اسلام و بانخوازکان حلب جیرن اما جاری وکو تر یعنی اسا قشا گورکانی اروپا و غرب استا دار اوشتانی که لطور کمالایت کن با بلان بلاو بوتا و ابین ریو لا زور شون گوره قشکانی دنیا هاوار کن بلان بمانه و نمانه و سبینه لأوروپایی اسلام او همو, او همو خلکا که اصلا لو هنده لولاتانا که هر قصی او قشکانه که بلان یکم ناوی کنای محمد صلی الله علیه وسلم و حتی ایکی که انالیخ علیه امنارانی که داتانا لمحاضره ایکی گوره قشه که علیه امنارانی که هر بردستانا گومان ملوانی ومن الله نسبه نه همیان مسلمانن یعنی که کان الله من سپاس اخوا کان بو تمنم گوریا هاتنی اسلام با گوری بو اروپا کاته که همو اروپا رو له اسلام کا او کاته من مردوم اما دلالت واکا چونکه ام بانگ بانگ اما سرونی هنی روح کیتایا ام بانگ وازی ام بانگ بانگ خوای پروردگار چونکه اسا بینین له همو دنیا یعنی و اسلام با تیرور تماشا کان یعنی و داعیه مصلحه گورکان با تیرور پیشاندن يعني انواع واشكال شتان دروس كردوا لقال اوشا لقال اوشا خلقي الرواك لو دينيك يعني لها مدنيا ممنوع شي كان اما هو اصلي بانك بانك هو انسان قشبين به متفائل به او ديني خواي بروركار حتى اگر كومر بانك خوازي كي بابلين كم اس يعني خراب هبي خواي بروركار فهمت وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم خواي بروركار وانا اقول خلقي كتري هنا انجا خوای پروردگار دینی خوای بهوی بانگوازا او بانگوازانی که تی نگشتون پی نگشتون زرر یان بو اهل اسلام زورا خوای پروردگار دینی خوای بهوی اوانو پک نه خبو خوای بگا فهمی یای ولذین امنوا من یرتد منکم عن دینی هر کس لیو مرتدیش بیتوا فسوف یاتی الله بقوم یحبهم یحبون خوای پروردگار خلق یعنی خوای پروردگار خوش یعنی اوان خوایان خوش شوی در صفات کانی معروفه ک ذلیل بر منصمان عزیز بر بر ناحزان اسلام اما بان خوازان وای ک جناب باسل کرد بان خوازان با یعنی به نظر من اکریبه دو بشوا لعالم اسلامي اويك رچاو كراو او اويك بوردي تماشاي كاري بان خوازانا كلا عالم اسلامي بري كيان دست كردن اما بي اگام ان ليبه خلكانيك وكو چون جهاد يان دروس كردوا خلافت اسلامي بناو خلافت اسلامي لم سردمانه دروس يكن ب وهمو ناشرينيتي كي تا انجام ادن لا بيناوي چي لا بيناوي بلن او اسلام اوايا او خلافتك اوايا كبرايكي امريكي قصيكي جوانكا مسلمانيكي امريكي الا امريكا و اوروبا و غرب شتان سبارت به اسلام زور زور نسيوا شتي خراب بلان بو خلق درك اوتوا بو امريكا درك اوتوا ك خلق كتير ناخنتو بو ابرالي دا خلافته كي اسلامي زخ كات ولا ولاتك لو ولاته اسلامي كان بو هم ناشنيتي تا انجام بدا بو خلقي كات خنونو نو هر ريمونتكا غوريو شتي ناشرين بيني جو خلافة إسلامية كيك أمة تعوريتي أما أنا قزم ويا كبزان إلى عالم إسلامي طبعا ديار أوانش خلكانة كي دل باكي زور زور بهندي بانجشو دعو معنا خلاتينا كنو أو ريزي أوانو بداخل وإن شاء الله خوي برغا بجورين يتي خوي على غلان تعاملك إما أصلي برنامو أو برنامج كده أما خالك خالك يتر كمال كيلة بان خوازا كان براسي بلايان كردوا بلايان كردوا بون ببان خواز بلايان كردوا لخو درخستن لبر هندي وضعي بابلين ايتر نازم هندي وضعي تينا قشترو بي هسنا كدن بقوري ام امانته و امانش زرر يعني داو وكو من دوارات مثلا قصي يوسف قرضاوي الله قورتني خلالي دعوي اسلامي امرو داعي كانن بيش هموشتي چونك داعي كان من برساني وكو بيويست خوين قدوه بن خوين ديندار بن خوين دمپاق بن خوين باخلاق بن خوين يكلابن بتاكيد كومال غاز زور لما سريع ترى غور كي استا غوران كاري بسرده بويا ودا يعني خلكانك من هي يا من دائما هي لكاتي دعوه كردن وباس مناقشه جوينه دا اخر اما لكوي دعوه اسلامي جي بيتوا
پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که یهود ها تو تمالی اما تینگشتن لإسلام تینگشتن لدعوه هست نکدن به مسئولیت هست نکدن به امانتی که حالی هم گرتوه توی داعی ملکی خود نید ملکی اسلامی که ملکی اسلامی به بش یوازه که اسلام ایوه تعامل که و تعامل که پیغمبری خواه صلی باش باش لیهود کان تیگشت بو ولا مرحله مدینش بو مرحله هیز و قوت و دسلاتی بو که آهات مماری پیغمبری خواه صلی اللہ معلومی جناب تانا ما مستا پیانا او چی السام علیکا یعنی السام سلام کان دمیان لارا کردو یعنی کرد بسام سام یعنی مردن یعنی الموت علیکا پیغمبری خواه صلی اللہ ایزدانی چی علیل بلان نیه کرد قصه یکی زبر و رقو جوینه که استغفر الله شتیک بسر زاری بیه ای فرمو علیکم حتی علیه او چند جاری که ویاند عایشه لو دیگوی لیبو تحملین کردو علیکم السام و اللعنت اخوان القرده و الخنازیر لو دیگوی تاقد بود سام و لعنت لیه و بیق براکانی قرده و میمون اوانه پیان سلام بانی کرد دوی اوان روشتن بانی کردو عایشه خواهی پرودگار امانی پی خوش نیه ادوی پیان سلام اگر لنه بودی بلا اگام لیبو زور باش مامست جان هشتند یعنی برنامه که زیادتر حالا گری و پرسیار کن زیادترن ولی مکانی جنابش رو پرسیار کن پیوستی به زیادتر ولی مکان درفت من نه اگر ورده ورده برای کوتای برنامه که جرون بپوختر ولی من بیتو سپاس کم پرسیاری که گرین مامست دبیت دین لبان خوازان ور بگرین یا انتنا او پیامی ایلین وری لبان خوازان ور بجیره چون دوستی جوازن خود زنی براسي الدين لعلماء ورقيه اما فرقك معنى هي لبيني زانا ولبين بانخواز شكا زور لو بانخوازانا اتواني ولا مقدارك لوي كبانجي بو كان علميان بيه ملام زانا قورترا زانا قورترا وبويا زانايان بيه معنى فرمون اخوي برقال القرآن فرمون فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون او زانايانشي ك يعني براسي علميك الرسن يعني بيا واجزانن لشرع خواهي بردار شارزان لقرآن ولسنتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم شارزان ولو واقعش كتايا جين شارزان وأزان أم نصانش شون لسر واقع كان دابا زينا أما سيمرجي ورقرتني فتوايا لخلق وسيمرجي أو كسيك فتوى أدا والدين أقيني وكو أما بانخواز أويك نصيحته وآمشقاري ودعوي لسره وقاي عندني اویشی کپیتی ایجینی بخال کی برام وکو اصل براسی ورگرتنی دین لوکسیا ک زور باشه نظم انشالله گیش تیم بالا بالا یعنی جوازیه لنوان زانا عالم لقل بانخواز مرجنیه همو بانخوازه عالم به بگمان زور باشه ما مثلا یعنی هندیک جار لیرولوی دبیستین و دبینین بچه های سر که هندیک لبانخوازان بهوی کاری بانخوازی که آنوا بهوی درکوتنیانه و بهوی تعاطفی خلق او بیان جورج لجورکان لروی مادی و سودمند بن یان بانخوازکان امکاری بانخوازی بو او بابت استقلال کن و بکارنن آیا مروایه یان نه نخیر اگر تماشا بکی لقرآن لزور لعایت کن لزور لعایت کن خوای پروردگار باسی پیغمبران که کوتوانی ایم اجر مالی او نابه لا اسالکم علیه اجره لسر بانخوازی و کاری بانخوازی انسان ابه خوی بپاریزه لو بابته و تنها با قیامت و آخرت و دارو جیبه حتی زنایان یعنی لسر او بابته قصه انزو اکرو آیا انسان اتوانی لسر, لسر تعلیم لسر تعلیم تعلیمی قرآن مثلا شوانی در زلی تو آیا اتوانی پاره ورگی هندی که اتوانی بهش شوازه نه اتوانی هندی که اتوانی هر کاتیک ام شخصا اگر خوی یک لاکاتو با کارو کاسبیا کی توانای تعلیمی قرآن و درزوشتی نبه مالی پیوستی به او که تو واجب ایشی مالی خوی دبین که بو اوی که او واجبه کی عائلی لسره بو اوی که تو این تفریقی که بو ام جان بکیتر که خلق پیوستی پیاتی او که تو اعتیادی پاری ام تفریقی پی بدری اما اوی که دعوی اسلامی بکه تو وسیله بی که تو وسیله بو اوی که دنیای بدست که اوشتی که خرابی کردوا اصلا من ام قصه اکم امامیش احمد یکی اگلوش تانی که یک مانگ هجری کرکی خوی کرد و هجری امامی خوی کرد او بو که هدي للسلطان ورقت تبي من خوشني أما أهل علم ومالي علم وبان مالي أو خلك لسلطان ولم لا ولا وبارا ورقت أما يعني دارا إشي إنسان داعي بيه دور بيه لو وقت دعاء برسير ما مصدجان أجر خواب الرجل نكا يكيد لا بان خواز ديارا كان من هل خليس كا دبيت مسلمانان راو هلويستو بوچونیان چی به لسر حل خلیس کنی او بان خواسته و کرتی ولام بیتو سپاس کنم
دياره خصي انا كاش انواعي هي طبعا اصل الله انسان تافي بك هر مسلمانك نكبان خواص هر كسي كيتر توشي هر هليك بو ستريبكا بلا امكاتي هليك باشكرا عليش تيكي منهجيه بيويس بادب ولا قال شخصك تعامل بكري بلا بياني هلكي بكري نقطه كيتريش ممكن نازم او بيامم جيش ان شاء الله بلا يعني بيويس لگال حالا که اگر شتی که من هدیه بودیم فتوایی که حالا بو با ادب و آرون کردن و بده بوی خالق جمران نبی، اما وکو کردار و رفتاری خوی انسان ابیت حتما اصل وای ستری بکاو بی پاریزه یعنی. زور باشه اگر شتی میشت بیت بیلید من نمیشه به پیام بری بیتی لماوی رسته کابی لماوی نیو خلا کابی توانید دعوتی خود لسر کوی پرسیار کن و بابت کو برنامه کبلی فرم. من لکوتایه و آلم امر کردستان و لزور شون دست را و بشتی که زور کس خالکی که هنن خوی پیشان داد با وی که من اهلی نیجم و من کتاب زور خنده تو من باوکم ملابو و من امو امشتانه لجیر وش یان لکن علا کانه بابلین لجیرم قصانه که ایکا باوکم ملابو یان من چیبو من چیبو موانه نیج کم موانه لجیرم ام قصانه اکا با واجیهک لجیرم قصانه ایوی قضايا مبدئية دينية كان هالوشينة توا. أما أنا أبي خلق لي أنا أقدر به. براستي أما خلق كان يكن جرأة يعني إعلان كافريتي خويا يمكن. أنا كابرا كديجا روحي إسلام تنرويو أويك مثلا داعش كفلاني كفلاني أو الروح حقيقتي إسلامة. أما الريك أيوي بلا خلقينا إسلام زور ناشرينا. باوكي شملابو نيجي شكامو بيشتنا زعم تحزبيكي تشيبو مؤانا. أبي أقدر لمعنى من أمانة براستي فتنة كي جورن وأمانة براستي دجمني إسلاما وبراستي أي أنا بي بإعلان كردني نواجه يعني شخص يقدر ما إجر رمضان نيا شخص يقدر إجر مثلا سنة لإسلام نيا شخص يقدر أبي قط بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني هر بويزان يعني فرمي أنا خوي پروردگار وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مقدسات إسلام قرآن خوي پروردگار بيغمبري خوا أوانة هر كاتيك شخص سوق تماشای کرد. یعنی مبدأک نمبدأ کانی کلای خالق همون معروفه می اسلامش کندی ناشرینی کرد. هر کاتیک اویک خوای پروردگار ایه تعظیم کری. بیه تعظیم نکری. بیشکن ری کم پیشان بدری. اوی انسان لدین پیدره چه. بوی ابی اگر من لو کسانه بی نجی دادی ندا روزی دادی ندا که دیگر غلط با پیغمبری خواه که یعنی شخصی که دیگه عرق حلاله شخصی که دیگه حجاب پیوست نیست شخصی که دیگه حج او کاته هر کاته حج که اتیاری ایکی الله رمضان کاتی نیه ایکی الله یعنی بناو آزادی و یعنی اما به آقا من لیب من دعای اسلامی ابی با خبر بین لاو پیلانانی که یعنی بیکن زور برز دکتر یوسف گرمیانی مامستای زانکو سپاس بوی که کاتی خود بخشی به ایمو ولامی پرسیار کنی ایم دعای و زور سپاس کن دوباره بین رانی برزو خوشویز تا القیه کنوی گفتگو همولایک بخوای گوره اسپیرین خواستان لگل